نسأل عن حكم بناء قبور في المقابر وإن كانت من الحجارة ولو كانت ترتفع عن الأرض مع الدلائل، نرجو من فضيلتكم البيان جزاكم الله خيرا. المشروع في القبور أن تكون في بطن الأرض، أن تكون في بطن الأرض بالحفر واللحد، وإذا كان التراب لا يتماسك والأرض تنهال فلا بأس أن يبنى، يحفر حفرة ثم تقام جدران في جوانبها من أجل حفر الميت من انهيار التراب عليه. فهذا هو المشروع، أن تكون القبور في بطن الأرض مهما أمكن ذلك، فلا يجوز أن يبنى عليها بناء مرتفعا لأن هذا وسيلة إلى الشرك، وإنما يدفن القبر بترابه ويرفع عن الأرض قدر شبر. هذا هو المشروع من أجل أن يعرف أنه قبر، تضع عليه مصائب في أطرافه تبين حدوده من أجل أن يعلم أنه قبر فلا يمتهن. أما أن يبنى عليه بناء مرتفع فهذا حرام منهي عنه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن البناء على القبور، وقال صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب: لا تدع قبرا مشرفا إلا سويته، يعني سويته بالأرض وهدمت البناء الذي عليه. وكان قبره صلى الله عليه وسلم وقبور أصحابه كما وصفنا كانت لا ترتفع وليس عليها بناء تخص بها، وإنما مدفونة بترابها ومرفوعة عن الأرض قدر شبر، هكذا كانت القبور في الإسلام. أما البناء عليها بناء الارتباب عليها والأضرحة فهذا من وسائل الشرك ومن عادات أهل الكتاب الذين نهينا عن التشبه بهم، وهذا أمر له خطورته على العقيدة. فإن المباني التي أحدثت على القبور حدث بسببها فتنة عظيمة في الإسلام، عبدت من دون الله وصرفت لها النذور وصار يحج إليها ويتمسح بها ويطاف بها، كل ذلك بسبب مخالفة الهدي النبوي في يعني القبور. وهكذا مخالفة الشرع لا تجر إلا الشرور والمصائب، فما من مخالفة لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وفيها شر عظيم، ولا سيما في أمر العقيدة. فالواجب على المسلمين أن يراجعوا أمر دينهم وأن يعملوا بهدي الرسول صلى الله عليه وسلم في هذه الأضرحة ويهدموها كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بهدمها، بقوله صلى الله عليه وسلم: لا تدع قبرا مشرفا إلا سويته، يعني أزلت ما عليه من البناء. هذا هو الواجب في الإسلام. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.